السلام عليكم أعزائي طلبة المرحلة الثانية، الدراسة الصباحية قسم الإرشاد النفسي والتوجيه التربوي. موضوع المحاضرة لهذا اليوم الفرق بين التاء المفتوحة والمبسوطة والتاء المربوطة، أي متى تكتب التاء مفتوحة أو مبسوطة ومتى تكتب مربوطة أو المدورة. أولاً نعرف التاء المفتوحة أو المبسوطة، هي التاء التي تقع في آخر الكلمة، التاء التي تقع في آخر الكلمة وتبقى على حالها تاء عند وصل الكلام أو الوقف عليها، وتكون في الاسم والفعل وفي الحرف، أي عندما نقف عليها في آخر الكلام تلفظ تاء ولا تلفظ هاء، إنما تلفظ تاء. تكتب التاء وتكتب التاء مفتوحة في الأحوال الآتية: أولاً تكون في الأسماء التي تاؤها أصلية مثل أبيات مواقيت. ما معنى أسماء تاؤها أصلية؟ إذا رجعنا أبيات إلى مفردة، أبيات بيت، مواقيت وقت، إذن هذه التاء هي أصلية في الاسم، وإذن تكون في الأسماء التي تاؤها أصلية، أي إذا رجعت الاسم إلى مفرده ووجدنا تاء فهذه التاء أصلية، إذن تكتب عند الجمع في الأسماء تكتب بالتاء المفتوح. ثانيا تكون التاء مفتوحة عندما تكون متصلة بالفعل الماضي وتكون تاء الرفع، مثل تعلمت السباحة، تعلمت، تعلمت، هنا التاء ضمير متصل في محل رفع فاعل، إذن هذه التاء التي تتصل بالفعل الماضي تكتب تاء مفتوحة. وأيضا تاء التأنيث الساكنة المتصلة بالفعل الماضي تكتب تاء مفتوحة، مثل قبل الزينة في كلية الآداب، هنا التاء ساكنة، هاي تسمى تاء التأنيث الساكنة والتي لا محل لها من الإعراب. ثالثا يكون في آخر الاسم المفرد إذا كان الحرف الذي قبل التاء غير مفتوح، إذن تكتب تاء مفتوحة إذا كان الاسم مفرد آخره الحرف يكون قبله غير مفتوح، مثل ثابت، ثابت هنا غير مفتوح إنما مكسور الباء، تفاوت هنا الواو مضمومة، سكوت الواو ساكنة. إذن إذا كان الاسم المفرد الحرف آخره قبله غير مفتوح تكتب التاء مبسوطة أو مفتوحة. في جمع المؤنث السالم وما يلحق به تكتب دائما التاء مفتوحة أو مبسوطة، مثل فاطمات، مسلمات، ثقافات. وأيضا ما يلحق بجمع المؤنث السالم أولات وأذرعات وعرفات. خامسا تكتب التاء مفتوحة أو مبسوطة آخر أحرف الفعل، إذن التاء الواقعة آخر أحرف الفعل تكتب تاء مفتوحة، مثل لا تسكت عن الحق، لا تسكت عن الحق. سادسا تقع في بعض الحروف مثل ليت الصحراء تخضر، ليت الصحراء تخضر، فهنا ليت تاء مفتوحة وهذه تقع في بعض الحروف مثل ليته، هذه التاء المفتوحة أو المبسوطة.